اتفضل. اه حضرتك بقى باجي هنا عند الاوائل حاج احمد. ثانيه واحده ثانيه واحده يا حاج محمد. بص حضرتك هنا ما بصش هنا على الاوائل. ولو شكيت هنا حضرتك في حاجه بفور حاجه اسمها الكوتش اللي هو ده. دي حضرتك زونه الفابريكه تمام سليمه. دي سليمه كده. هو حضرتك ما رشتش. وانا بقى حضرتك لو انا شكيت هنا في حاجه بفور السقف بستاذن من صاحب العربيه اللي بيبيع. لو انا شكيت هنا ان القايم ده فيه حاجه بفور هنا السقف والفرش اللي هو دوت. يعني ايه افور السقف؟ حضرتك بفور السقف دون بصور السقف دون واخده بال حضرتك عشان اكتشف الخبطه من الداخل. لو انا شكيت فيها يعني بتفكه يعني؟ بفور تمام. يعني انا ببدا من هنا من عند الكاوتش اللي هو ماسك هنا حضرتك في القوايم في تشوف في التقفيل اللي هو العصب نفسه تمام هو مع السقف مع القايم. لو انا هنا شكيت في اي حاجه حضرتك انت معايا حضرتك لو شكيت ممكن افور السقف دوت تمام تبقى العربيه مضبوطه ومعموله صح في التوكيل. بس الخبطه بتبقى باينه ليه؟ بيقول لك مين هيفور هنا ومين عنده وقت يعمل الكلام دوت. فانت بقى ممكن تفك يعني عادي التوكيل نفسها بس بعد استئذان حضرتك يا فندم العربيه بتتعمل بس الخبطه بتبقى باينه. باجي برضه حضرتك هنا هون الاربع دراع حضرتك. ثواني اتفضلي يا فندم. ايه قول لي. بص حضرتك يا فندم هنا اهو بمشي هنا كده بايديا بحس يعني في حاجه حاسه كده انا بحسها كراجل فني وبفهم في الشغلانه تمام. بعمل كده حضرتك حسيت ان هنا في حاجه بقوم عامل هنا كده حضرتك اهو زي ما انت شايفه كده حضرتك. لو شكيت ان هنا كان في خبطه ومعموله في حاجه اسمها هنا فبر من داخل العربيه بفوره واخد بالك بتبان لي على الطبيعه بقى بفوره يعني بفكه. حضرتك تمام. بفكه. هو نظام اصل الكلبسات. مش مسامير ولا حاجه هي كلبسات بنطره كده وبركعها زي ما كانت بالظبط تمام وفي واحد بيقول لي لا ما تعملش كده اقول له لا شكرا العربيه دي انا ماليش فيها افحصها في اي مكان تاني. واخد بالك عشان برضو حق الناس ما يروحش الناس بتدفع الوفات وفي ناس علمياتها وبتتعامل بميرد الله لكن للاسف النهارده الغش بقى في كل حاجه. واخد بال حضرتك. طيب العجل بتفحصه ازاي؟ نعم يا فندم. العجل حضرتك انا ببص على الفرد بحس ان الفرد دي تعبانه. واخد بال حضرتك بحس ان هي سليمه يعني لو هو قال انا جايب العجل ده جديد ما بيقتنعش بكلامه انا ببص حضرتك بميز العجله لو جديده او مستهلكه. واخد بالك يعني مثلا حاله العجل دون هنقول 50% لكن لو 80% يبقى العجله زيرو. يبقى العجله زيرو. لو العجله 80% تبقى العجله زيرو. واخد بالك لكن اهو بحكم الصلعه حضرتك